بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 102. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بشيخنا الكريم، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. بعدما تحدث المؤلف رحمه الله في حديث من نذر أن يذبح إبلا ببوانة فسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها عيد من أعيادهم أو وثن من أوثانهم، قال لا. قال رحمه الله: وهذا يدل على أن الذبح بمكان عيدهم ومحل أوثانهم معصية لله من وجوه، أحدها أن قوله فأوف بنذرك تعقيب للوصف بالحكم بحرف الفاء، وذلك يدل على أن الوصف هو سبب الحكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عقب الشيخ رحمه الله بعد سياقه الأحاديث في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم من قوم نذروا أن يفعلوا طاعة في مكان معين، فالنبي صلى الله عليه وسلم سألهم عن سبب تخصيص هذا المكان ألا يكون من الأمكنة التي تعظمها الجاهلية، فيكون فيها صنم من أصنامهم أو عيد من أعيادهم، وحينئذ لا يجوز الوفاء بهذا النذر، لأنه حينئذ يكون نذر معصية لما فيه من المشابهة لهم وإحياء أعيادهم وإحياء تعظيم الأوثان، وهذا من سد الذرائع المفضية إلى الشرك. فلما تبين له صلى الله عليه وسلم أنه لا يوجد في هذا المكان أثر من آثار الجاهلية، لا أصنام ولا أعياد لهم، أمر صلى الله عليه وسلم بتنفيذ هذا النذر والوفاء به، لأنه حينئذ يكون نذر طاعة. قال الشيخ رحمه الله: فأوفي بنذرك، جاء بالفاء التي هي فاء السببية، مما يدل على أن سبب وجوب الوفاء بالنذر خلو المكان من أعياد الجاهلية ومن أوثان الجاهلية، فهذا من قرن الحكم بعلته، لأن الحكم إذا جاء بعد وصف مرتبا بالفاء فإنه يدل على أن هذا الوصف هو علة ذلك الحكم. نعم. قال: فيكون سبب الأمر بالوفاء وجود النذر خاليا من هذين الوصفين. نعم، فيكون الوصفان مانعين من الوفاء. نعم، فيكون الوصفان مانعين من الوفاء، أنه لو كان فيها أحد الوصفين، إما أنه كان فيه وثن في السابق، انظر في السابق، فكيف لو كان الوثن قائما فالأمر أشد، وليس فيه عيد ومحل تجمع للمشركين أيضا في السابق، أيضا في السابق، وإذا كان في الحاضر فهو أشد منعا، صلوات الله وسلامه عليه ما أوضح بيانه عليه الصلاة والسلام، وما أحرصه على الأمة أن يجنبها مزالق الشرك والبدعة. نعم. قال: ولو لم يكن معصية لجاز الوفاء به. لو لم يكن الذبح في مكان يذبحون فيه لأوثانهم أو يعتدون أو يذبحون فيه لأعيادهم لمنع منه الرسول صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه
إذا كان في الذبح مشاركة لأعياد الجاهلية أو تعظيما لأوثان الجاهلية فإن المسلمين ممنوعون من ذلك. نعم. قال الثاني أنه عقب ذلك بقوله لا وفاء لنذر في معصية الله، ولولا اندراج الصورة المسؤول عنها في هذا اللفظ العام وإلا لم يكن في الكلام ارتباط. الوجه الثاني أنه قال فإنه لا وفاء، هذا زيادة تأكيد. أولا أنه عقب الحكم بالفاء، عقب السؤال بالفاء فأوفي بنذرك، مما يدل على أن السبب في وفاء النذر خلو هذا المكان من الوصفين المانعين، من الوصفين المانعين. والوجه الثاني بيّن أكثر عليه الصلاة والسلام فقال لا وفاء لنذر في معصية الله، فهذا منطوق بالحكم المفهوم السابق. المفهوم السابق أنه لو كان فيها وثن أو كان فيها عيد من أعياد الجاهلية لم يجوز عمل تنفيذ النذر في هذا المكان، هذا هو المفهوم صرح به ونطق به في قوله فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، فدل على أن موافقة المشركين في أعيادهم أنه معصية لله ولا يجوز الوفاء بالنذر الذي نذر فيه، أو أنه المكان كان مكانا لوثن قد أبيد وزال، فدل على أنه لا يجوز أيضا أن يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله. ولهذا عقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بابا في كتاب التوحيد فقال باب لا يذبح في مكان كان يذبح فيه لغير الله، وأورد هذا الحديث باب لا يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله وأورد فيه هذا الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. قال وإلا لم يكن في الكلام ارتباط، والمنذور في نفسه وإن لم يكن معصية، لكن لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن الصورتين قال له فأوفي بنذرك، يعني حيث ليس هناك ما يوجب تحريم الذبح، فكان جوابه صلى الله عليه وسلم فيه أمرا بالوفاء عند الخلو من هذا ونهي عنه عند وجود هذا. نعم، لأن هذا وسيلة من وسائل الشرك، مع أن النذر طاعة وهو الذبح لله عز وجل. نعم. لكن لا تفعل العبادة في مكان يعبد فيه أو كان يعبد فيه غير الله سبحانه وتعالى، هذا من باب سد الذرائع المفضية إلى الشرك. ولهذا لا تجوز الصلاة عند القبور. لماذا؟ نعم. وإن المصلي لا يصلي إلا لله، لكن لماذا منع؟ لأن هذا وسيلة من وسائل الشرك، أن يعظم الناس هذا القبر وأن يتعلقوا به فيما بعد. فالعبادة لله لا تفعل في مكان يخشى أن يتطور ويكون عبادة لغير الله عز وجل. وكذلك نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. لماذا؟ لأن المشركين كانوا يسجدون لها في هذين الوقتين. المسلم لا يقصد هذا، يقصد الطاعة لله، لكن لما كان هذا الوقت مخصصا عند المشركين لعبادة غير الله منع منه الرسول صلى الله عليه وسلم، منعا للتشبه من ناحية ومنعا وسدا للذريعة من ناحية أخرى. نعم. صلى الله عليكم. إذن تعظيم الآثار في غير العبادة، المباني والمخلفات، أليس منه ويكون ذريعة إلى تعظيم الآثار على نوعين. النوع الأول ألا يكون هذا من باب العبادة لغير الله عز وجل، وإنما يكون من باب إبقاء الأمكنة والمباني والأشياء الأثرية القديمة من أجل الاعتبار بها، فهذا يعتبر من التشبه بالكفار، لأنهم يعظمون آثار سابقيهم ويحتفظون بها وينفقون عليها الأموال الطائلة في غير ما فائدة تعود على المجتمع. أما إذا كان هذا من باب العبادة وأنها تعبد أو يتبرك بها فهذا شرك أو وسيلة إلى الشرك، فهو ممنوع. إحياء الآثار ممنوع من ناحيتين، من ناحية التشبه ومن ناحية أن هذا شرك أو وسيلة إلى الشرك. نعم. قال رحمه الله وأصل الوفاء بالنذر معلوم، فبين ما لا وفاء فيه. نعم. قال أصل الوفاء بالنذر معلوم. نعم، معلوم لقوله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك،
ولقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه. فالوفاء بالنذر الطاعة معلوم في الشرع ومأمور به. نعم. فبين ما لا وفاء فيه، لأنهم يعرفون أن الوفاء يجب، أن النذر يجب الوفاء به، لكنه بين النذر الذي لا يجوز الوفاء به. نعم. قال واللفظ العام إذا ورد على سبب فلا بد أن يكون السبب مندرجا فيه. نعم، السبب يدخل في العموم. إذا ورد اللفظ عاما على سبب خاص فإن السبب يكون من جملة أفراد ذلك العموم داخلا فيه من باب أولى. نعم. قال الثالث أنه لو كان الذبح في موضع العيد جائزا لسوغ صلى الله عليه وسلم للناذر الوفاء به، كما سوغ لمن نذرت الضرب بالدف أن تضرب به، بل لأوجب الوفاء به. نعم. قال الثالث، الوجه الثالث يعني، نعم، أن الذبح بمكان عيده ومحل أوثانه معصية. الوجه الثالث أنه لو كان الذبح في موضع العيد جائزا لسوغ صلى الله عليه وسلم للناذر الوفاء به. نعم، لو كان الوفاء بالنذر الذي نذر في مكان يعبد فيه غير الله سبحانه وتعالى لو كان جائزا لسوغه، كما سوغ الضرب بالدف للتي نذرت أن تضرب بالدف على رأسه، فدل على أنه غير جائز، أن الوفاء بالنذر في مكان يعبد فيه غير الله من مواطن الشرك أنه غير جائز. نعم. قال كما سوغ لمن نذرت الضرب بالدف أن تضرب به، بل لأوجب الوفاء به، إذ كان الذبح بالمكان المنذور واجبا. نعم، إذا عين الإنسان بنذره مكانا أو زمانا فإنه يتعين ذلك المكان وذلك الزمان ويكون من جملة النذر. نعم. وإذا كان الذبح بمكان عيدهم منهيا عنه فكيف بالموافقة في نفس العيد بفعل بعض الأعمال التي تعمل بسبب عيدهم؟ إذا كان النذر يمنع تنفيذه في مكان من أعياد الجاهلية. نعم. المكانية يعني في السابق. نعم. ليس حاليا وإنما في السابق، يمنع لأنه كان في السابق مكانا لعيدهم خشية التشبه بهم. فكيف إذا كان العيد قائما، إذا كان عيدهم قائما يفعل، فإن مشابهتهم فيه ومشاركتهم فيه من باب أولى بالمنع. إذا منع مكان العيد السابق فكيف لا يمنع العيد الحالي الحاضر الذي يفعلونه؟ فهذا يدل من باب أولى. نعم. قال يوضح ذلك أن العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد، عائد إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر أو نحو ذلك. العيد كما سبق على قسمين، عيد زماني. نعم. يتكرر بتكرر السنين مثل عيد الفطر وعيد الأضحى. عيد الأضحى ويوم الجمعة، هذا عيد زماني، عيد الأسبوع. نعم. أو عيد مكاني، وهو المكان الذي يجتمع فيه الناس سنويا لمناسبة من المناسبات، ومنه المساجد لإقامة الصلوات الخمس، هذه أعياد مكانية. وكذلك المشاعر، مشاعر الحج، عرفة ومنى ومزدلفة، هذه أعياد مكانية يجتمع فيها المسلمون لأداء مناسك الحج، أعياد مكانية. المسجد الحرام عيد مكاني للمسلمين يجتمعون فيه للحج والعمرة والعبادة والصلاة فيه، فهذه أعياد مكانية. أعياد مكانية. ومن ذلك أعياد المشركين التي يجتمعون فيها، الأعياد المكانية التي يجتمعون فيها بمناسبات، هذه أعياد مكانية. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا. لا تجعلوا، كيف يكون القبر عيدا؟ يعني محل الاجتماع، لا تعتادون الاجتماع عنده كما كانوا في الجاهلية يجتمعون على قبور المعظمين منهم يتبركون بها. فالعيد هذا عيد مكاني، لا تجعل قبري، لا اللهم لا، قال صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم قبورا، يعني لا تجعلوا قبري عيدا أي مكانا تجتمعون فيه وتترددون عليه، لأن هذا وسيلة من وسائل الشرك. فسد صلى الله عليه وسلم الطرق المفضية
إلى الشرك. نعم. قال فالعيد يجمع أمورا منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة، هذا العيد الزماني. نعم. ومنها اجتماع فيه، المكان الذي يجتمع فيه هذا العيد المكاني. نعم. ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات. نعم، ففي العيدين الزماني والمكاني أفعال تتبع العيد من اللهو واللعب والمرح والأكل والشرب، أو من العبادات كالصلوات وصلاة الجمعة وصلاة العيدين نعم. قال وقد يختص العيد بمكان بعينه، وقد يكون مطلقا، وكل هذه الأمور قد تسمى عيدا. نعم، العيد قد يكون مخصصا بمكان معين، وقد يكون مطلقا يعتاده الناس كل سنة. نعم. قال فالزمان كقوله صلى الله عليه وسلم ليوم الجمعة إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا، وهو عيد الأسبوع، سمي عيدا لأن الناس يجتمعون، لأن الناس يجتمعون لأداء صلاة الجمعة فيه. نعم. والاجتماع والأعمال كقول ابن عباس رضي الله عنهما شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك العيد الزماني والمكاني أيضا يجتمع في صلاة العيد، لأن كما قال ابن عمر شهدت العيد، يعني اجتماع الناس لصلاة العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى شهدته يعني حضرته. نعم. والمكان كقوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا، هذا عيد مكاني. نعم. وقد يكون لفظ العيد اسما لمجموع اليوم والعمل فيه، وهو الغالب. نعم. كقوله صلى الله عليه وسلم دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا وإن هذا عيدنا. نعم، لما دخل أبو بكر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جاريتان صغيرتان تغنيان في يوم العيد، أراد أبو بكر رضي الله عنه أن يمنعهما، النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما فإن هذا عيدنا أهل الإسلام، فدل على أن يوم عيد المسلمين لا بأس أن يظهر فيه شيء من الفرح في حدود المباح، والجاريتان يعني لا يحصل منهما منكر في كونهما تغنيان بصوتيهما وترجعان الصوت، هذا ليس فيه منكر بالنسبة للصغار والجواري. نعم. وإنما هو فرح لهما. نعم. قال فقول النبي صلى الله عليه وسلم هل بها عيد من أعيادهم، يريد اجتماعا معتادا من اجتماعاتهم التي كانت عيدا. هل الذي حمل السائل على أن يذبح في هذا المكان خاصة أن أهل الجاهلية كانوا يعتادونه ويذبحون فيه فيكون ذلك ممنوعا على المسلم؟ هذا الذي قصده الرسول صلى الله عليه وسلم بسؤاله. نعم. فلما قال لا قال له أوفي بنذرك، لما أخبره أنه لا ليس بهذا المكان عيد من أعياد الجاهلية زال المحذور، فقال له صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، أي اذبح ما نذرت ذبحه في هذا المكان. نعم. قال وهذا يقتضي أن كون البقعة مكانا لعيدهم مانع من الذبح بها وإن نعم. نذر. نعم، هذا الحديث يقتضي أنه إذا كان المكان خاصا بأهل الجاهلية ولو في زمان سابق فإننا لا نحييه ونجعله عيدا لنا للمسلمين، فدل هذا على أن آثار أهل الجاهلية لا يجوز إحياؤها ولا العمل على إبقائها. نعم. كما أن كونها موضع أوثانهم كذلك، وإلا لما انتظم الكلام ولا حسن الاستفصال. والمقصود بآثارهم الشركية كالأوثان والأصنام والأنصاب لا يجوز أن تبقى، بل النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة بادر بتلاف الأصنام وأرسل إلى الأصنام التي خارج مكة اللات والعزى ومنات، فهدمها صلى الله عليه وسلم ولم يبقها ولا ساعة ولا دقيقة أبقاها عليه الصلاة والسلام. أما إذا كانت مجرد مساكن لهم أو بيوت لهم فهذه أمرها سهل، ولهذا يقول جل وعلا فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، فبقاء مساكنهم وقصورهم هذا أمره سهل، أما بقاء الأوثان والأصنام والاحتفاظ بها فهذا أمر ممنوع. نعم. صلى الله عليكم. قال
كما أن كونها موضع أوثانهم كذلك أي مانع من الذبح، وإلا لم انتظم الكلام ولا حسن الاستفصال. نعم. ومعلوم أن ذلك إنما هو لتعظيم البقعة التي يعظمونها بالتعييد فيها، أو لمشاركتهم في التعييد فيها، أو لإحياء شعار عيدهم فيها ونحو ذلك. كل هذه محاذير من أننا نتقرب إلى الله بالعبادة في مكان كان المشركون يتقربون فيه إلى الأصنام، وذلك من باب سد الذريعة، من باب سد الذريعة إلى الشرك ولو على المدى البعيد. نعم. قال: إذ ليس إلا مكان الفعل أو نفس الفعل أو زمانه. نعم. فإن كان من أجل تخصيص البقعة وهو الظاهر، فإنما نهى عن تخصيص البقعة لأجل كونها موضع عيدهم. نعم. ولا شك أن الأرض كلها لله عز وجل، وكلها الأصل أنه يجوز أن يصلي فيها المسلم أو يذبح فيها. نعم. هذا الأصل. نعم. لكن إذا عرض لهذا الأصل مانع، وهو أن هذه البقعة وهذا المكان كان مخصصا للشرك والأوثان، فلا يجوز للمسلمين أن يحيوا أمكنة الجاهلية وأن يعيدوا لها ما كان لها من التعظيم. نعم. قال: ولهذا لما خلت من ذلك أذن في الذبح فيها. نعم، رجعت للأصل، الأصل الإباحة. نعم. وقصد التخصيص باق، فعلم أن المحذور تخصيص بقعة عيدهم. المحذور تخصيص بقعة عيدهم، عيد أهل الجاهلية وأهل الشرك، وإلا فالأرض كلها يباح الذبح فيها والصلاة فيها والعبادة فيها، هذا هو الأصل. نعم. وإذا كان تخصيص بقعة عيدهم محذورا، فكيف نفس عيدهم؟ كما سبق أنه إذا كان مكان عيدهم محذورا أننا نعبد الله فيه ونجعله عيدا لنا، فكيف بالعيد القائم الذي يفعلونه؟ فهذا أحرى أن لا نشاركهم فيه وأن لا نشجعهم عليه. نعم. قال: هذا كما أنه لما كرهها لكونها موضع شركهم بعبادة الأوثان. نعم. كان ذلك أدل على النهي عن الشرك وعبادة الأوثان. قال: نعم. هذا من باب أولى. إذا كان لا يجوز عبادة الله في المكان الذي كان يعبد فيه غير الله فإن عبادة غير الله من باب أولى بالمنع. نعم. وإن كان النهي لأن في الذبح هناك موافقة لهم في عمل عيدهم، فهو عين مسألتنا. نعم. فالذبح في المكان الذي كان يذبحون فيه لأوثانهم أشد منعا. نعم. لأن هذا فيه مشابهة لهم وإحياء لعيدهم ووثنياتهم. نعم. إذ مجرد الذبح هناك لم يكره على هذا التقدير إلا لموافقتهم في العيد، إذ ليس فيه محذور آخر. نعم. لأن الأصل كما سبق، الأصل في أنه يذبح لله في أي مكان ويصلى لله في أي مكان، إلا إذا عرض عارض أن هذا المكان كان المشركون يخصصونه لاجتماعاتهم وعباداتهم، فإن المسلمين يمنعون من ذلك سدا للذريعة وأيضا منعا للتشبه بهم. قال: وإنما كان الاحتمال الأول أظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأله إلا عن كونها مكان عيدهم، ولم يسأله هل يذبح وقت عيدهم. نعم. ولأنه قال: هل كان بها عيد من أعيادهم، فعلم أنه وقت السؤال لم يكن العيد موجودا، وهذا ظاهر. نعم. وكما سبق أنه إذا منع من إحياء ذكريات المشركين، نعم، فإن مشاركة المشركين في أعمالهم الحاضرة أشد منعا. نعم. قال: وهذا ظاهر، فإن في الحديث الآخر أن القصة كانت في حجة الوداع، وحينئذ لم يكن قد بقي عيد للمشركين. مما يدل على أن الصنم قد زال أن هذا الحديث ورد في حجة الوداع. نعم. فالسائل سأله في الحج، وحجة الوداع هي آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك وادع أمته، سميت حجة الوداع. وحين ذاك لم يبقى وثن في جزيرة العرب، فإنه صلى الله عليه وسلم طهرها من الأوثان وكسر الأصنام وأزالها، فدل على أن الصنم الذي كان ببوانة كان قد زال من باب أولى، لكن سأل عن مكانه، فلا يجوز إحياء ذكره.
نعم. فإذا كان صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يذبح في مكان كان الكفار يعملون فيه عيدا، وإن كان أولئك الكفار قد أسلموا وتركوا ذلك العيد والسائل لا يتخذ المكان عيدا بل يذبح فيه فقط، فقد ظهر أن ذلك سدا للذريعة إلى بقاء شيء من أعيادهم، خشية أن يكون الذبح هناك سببا لإحياء أمر تلك البقعة وذريعة إلى اتخاذها عيدا. الأمر واضح في هذا، في أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هل كان فيها، هل كان فيها، لم يقل هل فيها، قال هل كان فيها، يعني فيما مضى، فدل على أنه وإن زال الصنم والوثن فإنه لا يجوز للمسلم أن يحيي ذكرى هذا الصنم وهذا الوثن ويتشبه بالكفار في عبادتهم له، فيذبح في المكان الذي كانوا يذبحون فيه لهذا الصنم، فهذا من باب سد الوسائل المفضية إلى الشرك. نعم. قال مع أن ذلك العيد إنما كان هناك، إنما يكون والله أعلم سوقا يتبايعون فيها ويلعبون، كما قالت له الأنصار يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية، لم تكن أعياد الجاهلية عبادة لهم، ولهذا فرق صلى الله عليه وسلم بين كونها مكان وثن وكونها مكان عيد. وهذا فالعيد أوسع من الوثن. نعم. العيد محل اجتماعهم حتى ولو للبيع والشراء واللعب والمزاح وغير ذلك من أمور الجاهلية، فإنه لا يجوز للمسلمين أن يحيوا أعمال الجاهلية، بل يكتفون بما شرعه الله لهم في الإسلام، كل ذلك سدا للذريعة من عود الجاهلية. ولهذا يقول عمر رضي الله عنه إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، فلا يجوز لنا أن نحيي شعارات الجاهلية وأمور الجاهلية. نعم. قال وهذا نهي شديد عن أن يفعل شيء من أعياد الجاهلية على أي وجه كان. نعم. ولا يقال إن هذا قد انتهى وقد انتهى أمره وزال، نقول لا، يعني ما دام أنه معروف أن هذا المكان يخصه المشركون لأعيادهم ولأوثانهم، فلا يجوز للمسلمين أن يحيوا هذا المكان ويعيدوه ولو كانوا يقصدون بذلك عبادة الله، فإن هذا الرجل الذي نذر أن ينحر إنما يقصد وجه الله وهو مسلم، ومع ذلك لو كان هذا المكان فيه وثن من أوثانهم لمنعه الرسول صلى الله عليه وسلم من أن ينفذ نذره فيه. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله، مع صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه في الختام تحية مهندس الصوت سمير عبد الله السلولي، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.